أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط. مساء النور دكتور ميشيل. مساء الخير، كيفك؟ أهلا وسهلا دكتور ميشيل، أنا بدي أتشكر يسعد حضرتك مساك. على المداخلة. شكرا، يسعد مساء الأبونا من القدس الأب الحبيب ميشيل جلخ الذي كان سابقا هو أمين عام المجلس. صحيح صحيح صحيح، صار مرحبا عندنا بنا، اثنين نحن الليلة، صار بغاية عندنا الشوق. اثنين أمناء اثنين. دكتور نعم ميشيل، نعم بداية بحب أخذ من حضرتك رمزية هذه الزيارة والعبرة منها للمستقبل. نعم يعني هذه الزيارة، يعني إذا بدي سميها إنه هي 48 ساعة تقريبا كانت أو أكثر شوي، يعني هذه تعادل دهرا. الزمن كثف، الزمن كان كثيفا، صار في دو تان كوندانسي. وهذه الزيارة هي محملة، مثقلة بالمعنى الإيجابي، بالرموز والرسائل والدروس. منذ تسميتها سماها حجا، بالوقت اللي الناس بحجوا لعند البابا، هو إجا حج إلى مهد المسيحية. كل شغلة، كل متغيرة فيها، كل عنصر بهالزيارة يحمل رمزا ودرسا وعبرة. نعم. أول شيء حمل وجعه، رجل مصاب بالعرق الأنسر، بالنارسياتيك، وما أدراك ما الأوجاع. أنا جربتها من سنتين، يعني شفته عم يعرج، فهمت وجعه قديش. يعني أولا، ثانيا حمل الخطر، في خطر، نعرف أنه العراق بلد في أحداث أمنية عم تصير. أتى بروح الوحدة إلى شعب منقسم ومقتتل، حاور الجميع، ما أخذ الأعداد والأحجام، تواصل مع كل الأديان، وأهم شيء أنه تواصل مع الأديان التي لا تصنف ضمن الأديان التوحيدية. حكي مع الإيزيديين، وحكي مع المندائيين والصابئة السومرية. صحيح، نعم. فمعناته أنه هو يعني يلغي النزعة التكفيرية، ما في تكفير عندي، أنه ما حدا، ما بدي كفر حدا، كل إنسان هو والخالق بيتحاور، نعم. هو الخالق بيتحاسب. حاور الجميع، فإذا وعطى لكل إنسان قيمته، موقعه، أعطاه الموقع المناسب. بعدين زيارة لأماكن صار فيها دمار، عندي صورة لإله قدامي، أماكن مدمرة بدنا نحطها نوع من اللوجو، نستعملها نوع من اللوجو في المجلس. على الدمار أتى لكي يقول ابنه، زار أماكن فيها ذبح وقتل، تشريد، أماكن وجع مخيف، وارتسمت المحبة على وجهه هناك. زار المرجعيات غير المسيحية، مشهده في يزور المرجعية السيستاني في هذا الحي الشعبي الفقير. قديش كانت معبرة هالزيارة هيدي، ما إجا بأبها، وكان عم يمشي وموجوع، لأنه بده يعمل زيارة كمان. هو عارف، هو كان يعني واعي جدا، أكيد واعي جدا، بس أنه يعي أهمية الرسائل اللي عم بوجهها للناس اللي عم تشوفه. بس رسائله موجهة إلى أبعد من العراق. أنا برأيي العراق اليوم هو بدل عن ضايع، هو بدل عن لبنان، لأنه كانوا يقولوا لبنان والعراق، العراق تلبنان، تقسم العراق طائفيا، تقسم إثنيا، تقسم دينيا، ودخل الناس في نزاعات وصراعات إلى أول ما إلى آخر. هو رسالته أنا بفهمها موجهة من العراق إلى كل منطقة انطاق كوسائر المشرق، نعم. موجهة إلى لبنان بده يفهم الرسالة من العراق. بالسابق البابا روما زار لبنان، بس كانت بغير ظروف. نعم. ما يصح في العراق يصح في لبنان، والعكس بالعكس، لأن العراق أصبح هو كمان وطن رسالة. لأنه إذا نحن عندنا 18 طائفة إثنية وعرقية بالعراق، في أكثر أكيد، في عندهم ناس نحن ما عندنا إياهم، ما موجودين هون. صحيح. بالزيارة هيدي واضح أنه كان يحمل روح مصالحة. يعني عادة التدخل الخارجي بيكون تدخل مؤذي، هالمرة تدخل خارجي كتدخل بناء، كتدخل سليم، تدخل حميد.
تدخل مثل اذا اثنين قتلين مع بعضهم دخل واحد بالصلحه، لانه دائما الناس وكونوا متخاصمين مع بعضهم او عندهم تباعد او تنافر ما بسهوله بقربوا لبعضهم. بالوقت هو اجى عمل كاتاليزار، عمل نوع من المؤهل لهذه السلم الاهلي، كان بعده عم يحكي لابونا ميشيل عن السلم والسلام طبعا. فبالتالي يعني زياره اخوه، زياره محبه، اللي بيوقف عند محتوى الكلمات بيقول انه المحبه لا تحمل الغضب، الرب لا يتعب، في تعابير عميقه بشكل مش معقول. وان شاء الله نكون قادرين نحن نستعمل هالاشياء كلها مشان المستقبل. نعم. هيدي رؤيتي لرمزيتها. هلا في احكي كثير بعد عن الرمزيه وفينا نحلل بعد قد ما بدنا. طيب اذا دكتور بدي روح شوي الى عفوا اذا بدي روح شوي الى ما بعد الزياره، ماذا تتوقع؟ هيدا المهم، هذا المهم، بدها تكون موضوع مقالتي هالاسبوع بنشره الاسبوعيه للمجلس. عندنا نشره اسبوعيه نحن بكتب فيها اديتوريال كل اسبوع، يعني مثل ما بقولوا على شيء نبني مقتضاه. هلا ماذا بعد الزياره؟ الزياره من امبارح انا عشيه قلت لهم الزياره صارت ورانا، حكي عملوا لي مقابله على احدى المحطات، خلص نجحت وكل رسائلها وصلت واضح جدا جدا، كنا بهالدقه وبهالحرفيه اللي انعملت. وهون كمان بدنا ننوه باهميه الكنائس التي نظمت بغبطه البطريرك الكاردينال ساكو رئيس المجلس حاليا اللي اشترك بالتنظيم، وباهميه الدوله العراقيه بهالامان اللي عملته للناس وبهالمقاربه المرتبه والمنظمه جدا لكل الزياره. يعني ما في شكل الدولة العراقية ترفع القبعة لها بهالتنظيم هيدا. هلا هون الزيارة، ما بعد الزيارة بدنا نعرف شو بدنا نعمل فيها هالزيارة. إجا أعطانا مورد ريسورس، هذا ريسورس طبعا بابا روما ما عنده ريسورس مالية، يمكن عنده شوية تمويل لمؤسسات بس ما عنده، منه دولة، ما عنده جيوش، ما عنده مجموعات سياسية وعسكرية. بابا روما عنده موارد معنوية، عنده موارد نفسية، موارد رمزية، أخلاقية، إيمانية طبعا، قائمة على المحبة كلها ما في بحث. هلا هالزيارة طرح التحدي على مجمل المشرق العربي. أنا برأيي كيف كان في شيء اسمه داعش، الدولة الإسلامية في الشام والعراق، إجا بابا روما، بابا فرانسيس، طرح المحبة في الشام والعراق، لانه اللي عم بينطبق بالعراق بينطبق على الشام، على بلاد الشام، على بر الشام، على لبنان وعلى فلسطين، بس هذيك صارت شغله امر اخر. هلا هون الى اي مدى تستطيع هذه الكنائس ونحن ايضا كمجلس تأطير هذه الزياره واستثمارها بين مزدوجين بالمعنى الايجابي، هذا الشغل علينا صار. يعني بده ينتج عن الزياره اول شيء ندوات نقاش، ندوات شعبية. نحن اليوم عملت اجتماع للستاف ميتينج، والأبونا ميشيل بكون هلا عم بحن لها التعابير اللي هي تعابير اللي تعود عليها بالمجلس اللي هو أسهم بإنقاذه. طبعا عملنا ستاف وبرمجنا ندوات، رح نعملها ندوة اجتماعية ديموغرافية، ندوة رح تكون لها علاقة بالإعلام، ندوة لها علاقة بالتاريخ والأركيولوجيا، لأنه كمان في الهوية المسيحية لهالمنطقة مطمورة. إجا البابا رجع وقع عليها. هلا أنا بعرفها وكتار المتخصصين، أنا شغل على السريان من 86، تخصصت بالأشوريين والسريان بعرفها، بس في ناس ما سامعين فيها. فإذا بدنا نبلش نعمل ندوات شعبية، هون بده يكون في ورشة طويلة عريضة للكنائس، يعني at the grassroot level، على مستوى الجراس روت. نعم، بده يصير تشكيل لهيئات حوار، بده يصير في مجموعات حواريه تناقش كل بعد من الابعاد لهالزياره، لكي تستثمر او توظف للمناسب. بده يصير في ندوات في الاعلام، مش بس بالجراس روت، يعني مش بس بين الرعايا، اذا منطقه فيها مثلا يزيديين ومسيحيين بيعملوا ندوه بيناقشوها مع بعضهم. لانه هلا بقول لك وين مقال للقصه كلها، الى اين مقالها.
وبده يصير في فاز الندوات على مستوى الاعلام، يعني ميكرو كوميونيكاسيون وماكرو كوميونيكاسيون. نعم. يعني عمليه تثقيف شعبيه، يعني في كيف بيقولوا الروبه بتكون هالقد، مقدار الروبه بتحطها بمجموع بغير لك المجموع كله. هالزياره كانت روبه خميري كثيفه جدا، خميره. نعم. فاذا بدنا نحاول نحن كمسيحيين مؤتمنين على هذه الرساله، على هذه الرسالة، هذه الزيارة الرسالة، إنه نطرح طرائق جديدة، نطرح وسائل جديدة للتعامل بين المجموعات الدينية. واللي كان مبطن في الرسالة اللي عم بيقول بابا إنه المجموعات الدينية ما عادت هي المرجع للعلاقات الاجتماعية، المجموعات الدينية مجموعات إيمانية، هو استقبل اليزيديين وصلى مع المسيحيين. فإذا اللي عم بحاول يطرحه البابا هون، وأنا هيدي قراءتي، ما بعرف يمكن رحت بعيد بالقراءة، هو بداية أو رأس حربة لعقد اجتماعي جديد قد يصلح للعراق وقد يصلح لغير العراق. يعني وقت اللي عمل الناس سواسية وزار المراجع الدينية من كلها وبعلاقة مع الدولة وبغطاء من الدولة، عم بحاول يفسر يقول للناس ابدأوا عقدا اجتماعيا جديدا حيث المواطنة كاملة، وحيث المواطنة المتنوعة أمر طبيعي. ما في زوم كل يوم نعمل إيلوج إنه نحن قديش عايشين مبسوطين إسلام ومسيحية، بس هي شغلة طبيعية. بده يصير مهتمين بشيء تاني، مهتمين بالحياة اليومية، مهتمين بمستقبلنا، مهتمين بالبيئة، مهتمين بقانون العمل، بالبطالة، بالعنف المنزلي، بكل هالأمور هيدي بدنا نهتم فيها، اللي هي مرتكزة على القيم الدينية، بس هي بالحياة الاجتماعية يعني أنه كتوى يعني تتماشى معنا في حياتنا اليومية. نعم. فإذا هون الأهمية، أنه بالنتيجة أنا أستنتج من هذه الزيارة، وأود أن أقوم بذلك. ونحن عنا يعني فورم مبلشينه بالمجلس عنوانه Human Dignity Forum. نحن رح نشتغل على زيارة البابا باليوم الديجنيتي فورم، رح نشتغل على زيارة البابا بمجموع بالبروغرام المعني بالوجود المسيحي في الشرق. نعم. لأنه بالفعل يعني حملنا ثروة لا يحق لنا أن لا نحسن استثمارها أو لا نحسن توظيفها بخدمة هذا المجموع. هلأ أكيد أنا برأيي رح تكون رسالة يعني زيارة البابا اللي هي رسالة بالنسبة لي، رح تكون موضوع لكثير من الأطروحات الماجستير والدكتوراه، لأنها تحمل الكثير من المعاني. نعم. وهون بترجع كمان لدور المجلس، مجلسنا في تفاعله مع الكنائس وإلى استجابة وتجاوب الكنائس معنا من أجل أن نقوم بهذا العمل. بس هذا العمل الذي هذه الزيارة التي حصلت، هذه الزيارة الرسالة التي حصلت، سوف تكون لها تبعات إلى أجيال كثيرة. رح يحكي عن التاريخ بالمستقبل، بس بالتاريخ المباشر رح يكون في لها كثير تبعات إيجابية يجب أن نحسن استعمالها، أن نحسن قراءتها، وأن نحسن تأويلها وتطبيقها في حياتنا اليومية. هذا اللي حبيت أقوله، وإذا بدكم نناقش مواضيع من نناقشها بنرجع. الدكتور ميشيل عبس، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنا بتشكر حضرتك على هذه المداخلة القيمة. فعلا يعني فتحت قدامنا أفق، بخاصة أن نكون مبادرين وليس فقط متلقنين، وهذا أمر بغاية الأهمية. هيدا التعبير اللي استعملته أنا، أن نكون متلقنين أو أن لا نكون باسيف، أن نكون سلبيين. نعم. مش عكس إيجابيين، عكس فاعلين، يعني مش باسيف، أكتيف. صحيح. إذا ما كنا أكتيف، إذا بس تفرجنا على الزيارة وباركنا وصلينا ما بكفينا. صحيح. بدنا نستمر في العقد الاجتماعي الجديد. طبعا. أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشيل عبس، شكرا من القلب لمداخلتك معنا الليلة. يسعد مساك ومساء أبونا ميشيل العزيز. أبونا ميشيل، استمعت لأمين عام مجلس كنائس الشرق للي كنت حضرتك سابقا أيضا، يعني هل بعضه على خطاك يسير
المجلس بعدكم بهذا الخط. وانجح يعني وانجح الحمد لله. جيد جدا. لا حقيقه انا بحب حيي يعني دكتور ميشيل عبس فعلا، واكيد كلامه كثير حلو. صحيح. وهلا حقيقه اظن انه اكثر شيء دور المجلس يعمل يعني حكي عن الموارد، يعني ترك البابا موارد تركها بايد مين؟ بايد الكنائس. مين يعني اذا بدك الاداه اللي عم تحكي بهالكنائس اللي عم تشم باسم الكنائس ككل؟ هو مجلس كنائس الشرق الاوسط. لذلك حقيقه انا بدي احييه وبدي له يعطيك العافيه مسبقا، لانه في يعني دور عندهم كثير كبير انه يلعبوه هلا يعني من بعد زياره البابا.